مرحبا وياكم عبد الله، واليوم رجعت لكم مقطع جديد وشرحنا بهذا المقطع عن جلتش نسخ سيارات. اوكي، طبعا اول شي لازم تسوي الايم مالتك فري ايم. اوكي، تروح ستوري مود وتسوي الايم مالتك هذا تخليه فري ايم. اوكي، بعدين تروح سيرفر خاص او سيرفر عام، ماكو مشكلة. اوكي، وثاني شي هسه لازم عندك البانكر، وداخل البانكر لازم عندك الشاحنة. اوكي، هاي الشاحنة وتخليها على هذا الخيار بي 3، وتخليها على بيرسونال فيكل ستورج هذا الخيار. اوكي، وثالث شي هو لازم عندك سيارة معدلة للنسخ، مثلا سيارة مستر بن او سيارة ال جي معدلة من لامار. اوكي، ورابع شي لازم عندك فاسيلتي، وداخل الفاسيلتي تشتري سيارات مجانية او فاجيو تحطها داخل الفاسيلتي. يعني مو مهم العدد، انت كم سيارة تنسخ تحط بهذا العدد. يعني هسه نركب السيارة اللي نريد ننسخها، نطلع خارج الشاحنة. بعدين نخليها بهذا الشكل، بعد ما طلعتها من الشاحنة نخليها بهذا الشكل، وتطلع من السيارة وتروح خارج البانكر. بعد ما طلعت خارج البانكر تروح للفاسيلتي مالتك. طبعا اكو طريقتين تروح بيها الفاسيلتي. اول طريقة هي تسوي في اي بي وتجيب البازر الهليكوبتر. اوكي، طبعا لا تطلب من سياراتك الخاصة من غير جراج ابد، لان يخرب الجلتش. اوكي، والطريقة الثانية هي تتنقل عبر المهمات الزرق بالماب. اوكي، هاي المهمات، اذا ما عندك هاي المهمات تضغط تاتش باد وتروح على كلمة هايد اوبشن، وهذه اول كلمة جوبز، وتخليها كوستوم. هذه كوستوم. اوكي، انا ساستخدم الهليكوبتر البازرد واروح للفاسيلتي. بعد ما وصلت الفاسيلتي تروح داخل الفاسيلتي. اوكي، بعد ما دخلت الفاسيلتي تروح لهذا المكان. اوكي، تجي لهذا المكان، توقف بهذا الشكل. اوكي، بعدين تمشي، تحرك الجير، تمشي بعدين تضغط يمين. اوكي، هالشكل لازم تطلع لك هذه الكلمة Criminal Enterprise Starter Pack. اوكي، انت طبعا اذا جيت هيك وضغطت يمين ما راح تطلع لك العلامة. اوكي، تجي توقف هذا الشكل، تمشي وبعدين تضغط يمين. اوكي، بهذا الشكل، يعني استخدم ايدينك اثنينهن. ايدك الاول امشي فيها، والثانية اضغط بها يمين. اوكي، هسه نضغط اوبشن ونروح على هذا الخيار، تضغط عليه بعدين ترجع وتروح على ماب على الخريطة، بعدين تروح على اي مهمة من هذه المهمات بالخريطة الزرق
تضغط مربع تبدي المهمة بهذه الخطوة. شوية انتبهوا يا يعني لازم نصير سريع. اوكي هنا تضغط اوكي اكس وبعدين على السريع 3 مرات دائرة، لازم على السريع اكس بعدين ورا ما تدوس الاكس على السريع 3 مرات دائرة هذا الشكل، راح يطلع لك هذا التحميل بالشاشة اللي تشوفه. اوكي اذا طلع لك هذا التحميل يعني الخطوة هذه نجحت. هسه تروح للسيارات المجانية، تروح تركب اي سيارة مجانية. اوكي اني هذا الناسخ من قبل بهذا الجليتش. اوكي هنا بهذه الخطوة انت راح تنضم على صديق من عندك، بس يكون assisted aim يعني غير ايمك، مو نفس ايمك. اوكي تنضم عليه مرة واحدة. اوكي بعد ما انضمت عليه هسه تضغط R2، ظلك ضاغط R2. اوكي بعدين راح تطلع لك هذه العلامة، طبعا ظل ضاغط R2 لا تشيل ايدك من R2 مال الغاز. هسه تقبل هذه العلامة اكس بعدين ترفض هذه دائرة وتقبل هذه، راح يطلعك من السيارة وراح يطلعك خارج الفاسيلتي. اوكي هسه تروح للبانكر مالتك، تتنقل من عبر هذني المهمات الزرق. اوكي تبدي المهمة بعدين تنضم على صديقك هو اللي مو نفس ايمك، اسيستد ايم يعني غير ايمك، تقبل هذه وترفض الثانية راح ينقلك هم البانكر. اوكي هسه تروح تدخل للبانكر. بعد ما دخلت البانكر تروح تركب السيارة وتروح داخل الشاحنة، تضغط يمين وتروح داخل الشاحنة. وإذا طلعت لك هذه العلامة معناها السيارة نسخت، الجلتش ضبط أو الجلتش ضبط. أوكي نضغط أوكي. أوكي مبروك عليك نسخة السيارة، وطبعا راح أراويكم السيارة إذا نسخت حتى تتأكدون نفسكم يعني. او انت اذا تريد تنسخ مرة ثانية سوى نفس الخطوات بالضبط يعني يصير. اوكي وصلت الفاسيلتي. مثل ما شفتوا السيارة انسخت. اوكي هسه وصلنا لنهاية المقطع، اذا عجبكم المقطع احط لايك واشترك في القناة واشوفكم بالفيديو القادم.